مشاهدينا طبعا عندنا بفقرة تقارير، تقريرنا اليوم هو عن فرقة بدعم من منظمة هولندية وبتعاون مع فرقة الرسل الصغار، فرقة مسرح قرقوش قدمت مينو دراما بعنوان متى تقرع النواقيس. طبعا هي إهداء لروح أرواح الشهداء الأبرار. خلونا نتابع تفاصيل عن المسرحية في هذا التقرير. البعيد البعيد
منا أو يا أحد. سأصل إلى الخناق في الجانب الآخر وسنعود. لابد أن أعود. هزل. لابد أن أعود. خالي من حاملين، خالي جدا كفراغ.